نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. بصوا بقى، معلش عشان كنت عمال اقرا. بصوا بقى، انا عايز الناس اللي بتكتب شعر وقصه تاخد الموضوع جد، علشان انا قريت حاجات ايه مؤخرا، يعني مش جد قوي، مش ملعوبه، يعني عايز بقى ايه الموهبه تبقى موهبه حقيقيه، مش احنا، مش يوسف اللي هيقيم، يعني في النهايه خالص لجنه تقييم. طيب انا امبارح لو خدتوا بالكم قلت لكم في شاب لطيف من الدقهليه عجبني، دخل هنا، كنا عارضين الفيديو بتاعه امبارح، بيقول شعر دخل في دماغي عجبني جدا جدا. وعشان كده انا بقول لك ايه، بص، نجوم التاسعه دي ما هياش مسابقه وهنقعد ولجنه تحكيم ونعمل شويه افيهات ونسقف ويبقى القصه مشاهدات والسلام عليكم وروحنا. لا، نجوم التاسعه دي هي مسابقه لاكتشاف المواهب علشان حاجتين وملهمش تالت. الحاجة الأولى إن أنا بدي، مش أنا هنا بقى يعني يوسف، أنا ده اللي هو برنامج التاسعة والقناة الأولى ومسبيرو، أي الدولة، تلفزيون الدولة، يعني بتدي لك دفعة لقدام وثقة في نفسك، لو أنت بجد عندك الموهبة هنوصلك، هنوصلك، بس هنوصلك. يعني إيه؟ يعني الشعر بتاعك ده هيطبع ويعرض على الناس، يعني القصص القصيرة بتاعتك دي هتطبع وتنشر على الناس، يعني موهبتك الغنائية دي هتظهر للنور وهتلاقي نفسك معمول لك أغنية وتمام التمام وميت فل و14 وانت مش دافع ولا مليم، تتحط على أول السلم. طيب ده كده أول هدف. الهدف التاني هو ان احنا بنأكد لنفسنا أولا أن قوانا النعمة بخير، وقدرة مصر على الإبداع بخير، ومواهب مصر يعني من هنا لحد جنوب إفريقيا، لا ده لحد القطب الجنوبي، واخد بالك؟ أنا عارف ومتأكد وعندي يقين حقيقي وراسخ بأن مصر مليانة مواهب في كل المجالات. إحنا اخترنا 3 أنواع: غنى وشعر وقصة قصيرة، ودي كده مرحلة أولى. على رأي حسن أرابيسك، فتح انطلاقة، فرجونا نفسكم، عايز أشوف المواهب، تعال نشوف نماذج للمواهب. وبالمناسبة صفحة التاسعة أسهل حاجة، أنا لا بقول لك إحنا حاجزين مش عارف إيه في الأوتيل، وتركب الطيارة وتركب الأتوبيس وتركب الصاروخ وتيجي ونعمل فيش، الموبايل أخوك، أختك، مراتك، صديقك، جارك، والدتك هيصورك بالموبايل وانت بتغني او انت بتغني، حضرتك بتقول شعر عايز تلقيه علينا على عيننا وعلى راسنا، عايز تبعت لنا، بعت لنا 3 قصايد، بتكتب قصة اكتبها PDF اهو. التاسعة، تعالوا نشوف بعض النماذج لأولادنا وبناتنا اللي بعتولنا ونرجع نكمل الكلام. أنا في سبيل الله ما صنع الهوى، بليت بداء ليس يشفيه دواء. أنا في سبيل
صنع الهوى. بليت بداء ليس يشفيه الدواء. رماني رماني غزال أهيف بجماله، فصابت سهام القتل من جانب الدواء. جرحونا برمش عيني يا عيني، وكلامهم مسنا، سألونا نبقى مين مين، قدمنا نفسنا. جرحونا برمش عيني يا عيني، وكلامهم مسنا، سألونا نبقى مين مين، قدمنا نفسنا. قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا. ان كنت واخد على خطرك قولي يا صالحك، وان كنت مش عارف عذرك قلبي مسامح. ان كنت واخد على خطرك قولي يا صالحك، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامح. أنا عايز أبقى في اللجنة. نفسي 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 أبقى في اللجنة، يعني يبقى أقوم بأي دور كويس. هو في حاجات حلوة بس أنا نفسي أبقى في اللجنة. ليه بقى؟ أمارس هوايتي في إن أنا أطلع القطط الفطسة. ياه، من أكتر الهوايات اللي أحبها في حياتي. مجرد هواية بس أنا بقيت راجل طيب، يعني بقيت على رأي مالك ابني بقيت حاج قوي. بقيت طيب كده وهادي ولذيذ، فمن وقت للتاني كده ببقى حاسس ايه، عايز امارس هوايتي السابقه بتاعت اطلع قطط فاطسه. طب اقول لكم حاجه، انا عايز اخش تحدي مع الناس اللي هتبعت لنا غنى من هنا ورايح. ايه بقى التحدي؟ احنا لسه قدامنا لحد يوم 15 مش كده يا اولاد؟ يعني فاضل 10 ايام. انا عايز اسمع موشحات اندلسيه. عايز اخش تحدي كده، عايز اسمع موشحات اندلسيه. طبعا اشهر موشح اندلسي عندنا هنا معروف في مصر اللي هو عجبا لغزال قتال عجبا، يرمي بسهام فيثير الشهبه. انا عايز اسمع ولاد وبنات بيغنوا موشحات اندلسيه، ده في الغنى. اوكي طيب. وعايز اسمع شعر حر ما بين قوسين كده على ابوه، وعايز اقرا قصه قصيره تقول يوسف ادريس يبعث من جديد. دول الثلاث تحديات بتوعي. موشح اندلسي فليكن عجبا لغزال. انا ما بعطش الجيم، احنا مصريين ما بنعطش، وبالمناسبه الجيم المعطشه جايه من الفرس مش من عندنا، يعني مش من العربيه اصلا. مهم، عجبا لغزال قتال عجبا، ده كده تحدي الغنى. تحدي الشعر، عايز اسمع شعر حر من اللي هو. عايز اسمع، عايز اقرا قصه قصيره تقول يوسف ادريس يبعث من جديد. انت وشطارتك ابعت لي على الصفحه دي، وانا هروح فاصل وفي انتظار حضراتكم.